انا حضراتكم مره تانية لسه مكملين معاكم في حوارنا مع كابتن عبد الظاهر السقا. يعني انا هاخد معاك السبوره، بس هتعتبرها سبوره بس هي مش سبوره، بس هي سبوره بس هي مش سبوره. مصاحف السبوره مش موجود ولا ايه؟ لا هي ملهاش علاقه، اه هي حاجه طيب، ليها علاقه بال، هبقى احكي لك بعدين. طب يلا ماشي الكلام. طيب سين سؤال، نعم ام لا؟ قول لي مدرب سيفاسبور التركي كلمني للسؤال عن عبد القادر، نعم ام لا؟ نعم. نعم. لا ثم ايه اللي حصل؟ قلت له لعيب كويس، كان بيسألني في الأول وكده قبل يعني ما يدخلوا في التفاصيل وكده. قلت له لعيب كويس جدا طبعا وهيفيدك، وهو لو كان خد فرصته ما كنتش هتقدر تجيبه، وتقدر تجيبه فلوس كتير جدا. لا لعيب كبير وهيفيدك في كده، وقال لي أنا عايز أحط أوبشن تو باي، أنا عايز أشتريه وكده. الصفقة باظت ليه بقى؟ صفقة باظت؟ لا تقريبا ماديات هي اللي باظت يعني، اعتقد كده. لكن انا عبد القادر كان عنده الرغبه ان هو يروح، كتير عنده الرغبه كده، كان عنده الرغبه، كان عنده الرغبه ان هو ياخد تجربه تانية طالما ما بياخدش فرصه وكده. وعبد القادر كلمني، وانت عارف انت بتلعب دور، انا نفسي كل الناس تروح تحترف يعني. فتركيا اي حد بيروح يعني معظمهم بيتصلوا بيك يعني، قبل كده تريزيجيه، وقبل كده مصطفى محمد برضو، كل الناس اللي بتروح تركيا اكيد تسأل يعني. نعم ام لا؟ هل ما زال النادي التركي متمسك بضم اللاعب في بضم عبد القادر في الصيف؟ متمسكين. مدرب قال حسام حسن هو الاختيار الامثل للمرحله الحاليه للمنتخب، نعم ام لا؟ وفقا للظروف طبعا. نعم. نعم. رشحت لاعبا من فيوتشر للاحتراف في تركيا والصفقه لم تتم. يعني ما تمتش يعني. مين اللعيب اللي رشحته؟ كان رضا بوبو. رضا بوبو. ماشي كده. بس في كذا حد، مش حد واحد بس يعني. تلقيت اتصالا للتواجد في الجهاز المنتخب ولكن الامور توقفت. ترشيح؟ ترشيح. انا ملك الترشيحات يا باشا، انا اديني ترشيحات. انا ملك الترشيحات. في الجهاز ده ولا الجهاز اللي كان هيبقى فني؟ لا الجهاز دي فني اجنبي؟ دي فني اجنبي. نصحت عمر كمال بالانتقال الى الاهلي؟ لا ده رغبه عمر، رغبته. لا يعني كنا بنتكلم دايما، هو بيفكر معايا دايما عمر، وهو كان عاوز، كان عايز قبل كده اصلا قبل كده، لكن احنا مضناه وكان موجود معانا. لكن وانا بره كان بيفكر معايا يعني ان هو يروح الزمالك. تفاوض مع احمد عاطف نجم طبعا فيوتشر قبل ما تمشي السنه دي يعني، قبل ما تمشي. لا وانت لا موجود. لا السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت تواصلوا معاه فعلا؟ تواصلوا معاه هو كلاعب ووكيل يعني. بس احنا ما رضيناش. انتوا كنادي ما رضيتوش وقتها. لا ما رضيناش. عبد الله السعيد يظل الافضل في مركزه بالدوري المصري، نعم ام لا؟ طبعا طبعا طبعا. رواتب اللاعبين في مصر هي سبب عدم احترافهم خارجيا؟ جزء. طبعا. كانت طمنا ناس كتير جدا. فالدنيا حلوه طبعا، فما نسافرش بره. انا قاعد في بلدي ونجم كبير يخش كل حته تتفتح للدنيا. ده من مساوئ المنظومه يعني. نروح للاختيارات. يلا. ركز معايا عشان ما قدامكش حاجه انا اللي بقول. لا انا الافضل لعبد المنعم حاليا، واحد يستمر في الاهلي، يحترف في اوروبا، يطلع على دوري خليجي. يحترف في اوروبا. ميركاتو الزمالك بتشوفه ممتاز، جيد جدا، متوسط؟ جيد جدا. جيد جدا طبعا. لعيبه بتتوقع عودتهم للمنتخب مع حسام حسن، عبد الله السعيد، طارق حامد، قفشه؟ لا مش متوقعش ولا واحد من دول. ماشي. ناصر ماهر سيتألق مع الزمالك في هذا المركز، مركز 10 ولا 8 ولا 6؟ ناصر قبل ما يجي لنا ما كانش يعرف غير 10. ماشي. بعد ما اتمرن معانا بقى يلعب 8 يعني، ينفع يلعب الاثنين. مهاجم يستحق التواجد في المنتخب، احمد امين أوفا، احمد عاطف، مروان حمدي؟ السنه دي احمد امين أوفا، السنة اللي فاتت أحمد عاطف. خطوة رمضان صبحي المقبلة يجب أن تكون الاحتراف في أوروبا، العودة للأهلي، الانتقال للزمالك. أمنية يعني. أمنية ليه إنه يرجع تاني؟ أمنية ليك إنه يرجع يحترف. طبعا.
مش يرجع الاهلي. طبعا لعيب مهم جدا جدا جدا، ولو سمحتوا يا جماعه خلي بالكم بالبروفايل ده لان ده مستقبل الكره المصريه.